مساء الخير. 14,500 ضحية قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد. هو العدد القليل الذي تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الوصول إليه في آخر تقرير لها نشرته، مستندة في ذلك على شهادات لناجين من الاعتقال والموت قتلا وحرقا تحت التعذيب بأقسى أنواع الظلم والانتقام. وإذا أضفنا إلى هؤلاء الموثقين الضحايا 11,000 الذين وثقهم قيصر بالصورة وعرض الصور في الكونغرس الأمريكي وفي جميع أنحاء العالم، لأمكن لنا أن نتخيل حجم الجريمة البالغ الفظاعة، والذي يعد وصفها بجريمة ضد الإنسانية وصفا مصغرا لها. والحقيقة المرعبة التي لم تكشف بعد عن الأرقام المخفية والمخيفة لعشرات الآلاف من المفقودين والمختفين والمغيبين قسريا، ما زال مصيرهم مجهولا بين الزوايا المظلمة لمسالخ بشار الأسد. تعب السوريون من عد ضحاياهم، وقبلهم تعبت الأمم المتحدة، ويأسوا من المناشدات لأجل إنقاذهم من أشنع محرقة في التاريخ الحديث على أيدي أكثر الأنظمة إجراما ودموية. مناشدات سحقت تحت أقدام العالم المتواطئ، وعرت على مدار عقد كامل زيف ادعاءات هذه المنظومة الدولية التي لطالما تغنت كذبا وزورا بوقوفها إلى جانب الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية وحقوق الإنسان. 10 سنوات من المحرقة السورية كانت كافية لتنسف كل الشعارات التي تبناها العالم الحديث، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية التي تحولت بين ليلة وضحاها من دولة عظمى تحرك العالم بإصبعها إلى مجرد ناطق إعلامي ينشر أخبار المجازر، أو في أحسن الأحوال إلى مرصد حقوقي يستجدي عطف المجرمين القتلة. تخاذلت أمريكا عن نصرة القضية السورية، وراحت تبيع الوهم والشعارات للشعب السوري من جهة، وتبازر إيران وروسيا على حساب دمائه ومأساته من جهة أخرى. وجدت أمريكا في القضية السورية سوق نخاسة لمفاوضاتها النووية مع إيران، ومكانا ملائما للعبث بتركيبة المنطقة وأمنها من دون أي مبالاة بفداحة المذبحة السورية. اختصر المجتمع الدولي المأساة السورية بسلة الإغاثة، وما زال يتجاهل عمدا إيجاد حل حقيقي لمأساة السوريين من الضحايا والمشردين والمنكوبين ممن قتلهم وهجرهم نظام الأسد. أقرت أمريكا قانون قيصر لمعاقبة النظام كما قال مسؤولوها قبل عام ونيف من صدوره، لكن الحقيقة التي اتضحت للعيان أنه قانون وضع لذر الرماد في العيون، أو في أحسن حالاته ورقة للمساومة، كما يجري الحال عليه الآن في الأروقة الدولية، حيث أوقفت إدارة بايدن منذ تسلمها السلطة، أوقفت حزم العقوبات المفترضة وأزالت عقوبات كانت قائمة ورحت تفاوض عليها إيران وروسيا في ملفات متعددة، بل تعدى ذلك إلى قبولها مناقشة إعادة تأهيل نظام الأسد ورفع العقوبات المفروضة عليه وعودته إلى الجامعة العربية ضمن صفقات مشبوهة. يجري العمل عليها في مفاوضات فيينا النووية مع الإيرانيين من جهة، ومفاوضاتها مع الروس حول المعابر الإنسانية من جهة أخرى. ولعله في الأيام القليلة القادمة سيكشف بعض من خفايا تلك الصفقات التي بدأت روائحها تفوح إلى العلن. ولكن بعد كل هذا الكلام، هل تتخيلون معنى الموت تحت التعذيب؟ هل تتخيلون كيف أن شخصا يصعق بالكهرباء، أو يكسر ظهره بالكرسي الألماني، أو تفقع عيناه وتقتلع أظافره، أو يكوى بالحديد والنار ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو في هذه الحال يكافئ جلاده ويعطى فرصة ليكرر هذا الفعل الشنيع 10,000 المرات مع غيره؟ هل تتخيلون كم أن هذا العالم قبيح ومتواطئ
ومشارك في هذه الجريمة حين يسمح باستمرار هكذا نظام تحت أي ذريعة من الذرائع؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من الدوحة بالأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بضيفي عبر سكايب من بريمن الأستاذ مروان العش الأمين أمين سر اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات، وبضيفي من برلين الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات القانونية. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ معك أستاذ فضل عبد الغني، 10 سنوات على تأسيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان و10 سنوات على معاناة السوريين، ونتحدث في هذه الحلقة خصيصا عن المعتقلين في سجون النظام وعن الذين قتلوا تحت التعذيب وأحصيتم عددهم. دعني أبدأ معك من زاوية كيف تمكنتم من جمع عدد 14500 متوفى تحت التعذيب في سجون النظام، ما الآلية التي اتبعتموها؟ أستاذ فضل. شكرا على الاستضافة أستاذ أحمد، وشكرا لأورينت لتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم والحساس، واللي يعني بمس أنا أعتقد يعني لا يكاد يخلو بيت من سوريين. صحيح. إلا ومعرفة أو صديق له قد تعرض لتعذيب، لأنه نحن ما في معتقل إلا وتعرض لتعذيب. نحن ضد التعميم، بس هون هذا تعميم صحيح. اللي نحن صار لنا 10 سنوات عم نشتغل، يعني هاي الإحصائيات ومثل ما تفضلت حضرتك هي ما فجأة صار هذا العدد 14000 أو 15000. نحن عم نحكي عن تراكم إجرامي ممتد، وهذا أسوأ شيء بالكارثة السورية. فنحن عم نسجل يوم ورا يوم وشهر ورا شهر، وبنصدر تقرير شهري نحن عن الضحايا اللي عم يموتوا سواء بالقتل أو بالقتل تحت التعذيب. بمعنى أنه هذا أمر متراكم على مدى كل هاي السنوات. نعم. أما وهذا اللي تمكننا نحن من تسجيله. وهذا هو الحد الأدنى، لأنه ولكن اللي تعرضوا هدول اللي ماتوا تحت التعذيب. يعني الآلية الآلية يا أستاذ فضل، بس لو تطلعنا، يعني أنا اللي فهمته من التقرير الذي نشرتوه وقرأت ملخص عنه أنكم لم تعتمدوا على مصادر مفتوحة واعتمدتم على شهادات ناجين. لو تفصل لنا وللمشاهد أيضا كيف تحصون بالأسماء بالأرقام خلال 10 سنوات الماضية وصولا إلى يومنا هذا، إلى أن وصلتم إلى هذا الرقم أو هذا العدد؟ نعم، نحن نعتمد على بشكل أساسي على اللي خرجوا من المعتقل، ونعتمد أيضا كذلك على التواصل مع العائلات. هدول مصادرنا الأساسية، يعني الضحايا أنفسهم ومع أصدقائهم. فبالتالي نحن يعني كل معتقل خرج ونجا من سجون النظام بيقول لك أنا خلال سنة، خلال شهر، خلال سنتين، ثلاثة، أربعة، مهما كان الرقم، رأيت 10 15 20، يعني بتسجلوا بالأرقام، بتسجلوا بالأسماء، بالمعتقلات، المعتقل الفلاني، بتقاطعوا معلومات. بس لو الآلية نوعا ما قبل أن نتوسع بالحوار. نعم، نسجل بالأسماء ونقاطع، مع يعني ما بنعتمد على معتقل واحد، لأنه أحيانا في معتقلين بتبالغ وأحيانا في معتقلين بتنقص. فنحن بنعتمد أنه على تقاطع الشهادات هاي من نفس المكان الاحتجاز. وأيضا بنعتمد على الأهالي، أهالي هذا المعتقل شو قالونا أو أصدقائه. فمعناتها في عدة تقاطعات لازم تجرى. هو التوثيق هو ليس عملية يعني إحصاء، ليس عملية مسح بمعنى أنه واحد بيعبي اللي بده إياه، لا، هو أقرب لتحقيق مع هذا الشخص اللي خرج من المعتقل. أنت مين شهادت، وهذا شو مواصفاته، وهذا حتى نحن نثبت هاي الحالة. ولهيك نحن بنقول دائما أنه هدول هاي الإحصائيات هي مانا إحصائيات تقديرية، تقديرات أوسع من ذلك، ربما أضعاف هاي بيانات، أضعاف مضاعفة. نعم. طيب، نعم. هاي الأماكن هذه هي فقط معتقلات النظام المعروفة مثل صيدنايا، سجن صيدنايا، هذا السجن سيء الصيت والذي وصفته منظمات حقوقية بأنه مسلخ بشري وليس معتقل، أم يعني هناك أماكن أخرى لا نعلمها أو لا يعلمها المشاهد؟ هناك أماكن أخرى، لكن هي الأماكن السرية يعني من الصعوبة التوصل إليها. نحن عملنا تقرير واحد عن معسكر دير شميل،
وهذا هو معسكر احتجاز سري، يعني غير معلن وغير مصنف لدى قوات النظام. تمكنا بصعوبة بالغة بعد أشهر طويلة من التواصل مع ناجين ومن هذا الديرش ميل، يعني هي تشمل بشكل بالغالبية العظمى تشمل مراكز الاحتجاز اللي هي السجون وأيضا الأفرع الأمنية المنتشرة بكل المحافظات، وإلى حد قليل أقل النسبة هي مراكز الاحتجاز السرية. لهيك نحن بنقول إنه هذا اللي نحن حصلنا عليه، أكيد بكل تأكيد في مراكز الاحتجاز السرية مات فيها ناس تحت التعذيب وما حصلنا لهم. في نقطة مهمة كثير، إنه كمان هذا الرقم هو لا يمكن أخذه بدون الأرقام أو الإحصائيات الأخرى اللي هن المختفين قسرياً اللي نحن ما بنعرف مصيرهم. نحن عم نحكي عن تقريبا 130 ألف مواطن سوري مختفي قسرياً، النظام عنده منهم 101 ألف، وهذا رقم مرعب. هدول القسم قد يكون منهم مات، ما بنعرف هذا مصيرهم غير معروف إن كانوا أحياء أم أموات. طيب 14500، اسمح لي بس أستاذ فضل، 14500 اللي وثقتهم خلال 10 سنوات، في منهم 1000 موزعة على كل الأطراف المعنية من فصائل ثورية لتنظيم داعش لميليشيات كردية، 14500 هذا الرقم يشمل ال 11000 وشي تبع قيصر اللي أرى صور المتوفين تحت التعذيب لكل العالم؟ نعم، يشمل إلى حد بعيد ما ورد في صور قيصر. يعني صور قيصر هو تحدى، يعني يتم الحديث دائما عن 11000 ضحية، هو ليس 11000 كما يعني قالت هيومن رايتس ووتش وأيضا تقرير كارتر روك، بس هذا اللي خرج للإعلام. صور قيصر الغير مكرر من الضحايا، فيهم الصور غير مكررة للضحايا، هم تقريبا 6600 شخص. ونحن عددنا دراستين عن صور قيصر، واللي تمكننا، لأنه هي صور، تمكننا من التعرف على هوية، يعني مين هذا الشخص اللي بالصورة، تقريبا 1100 شخص اللي تمكننا من التعرف عليهم وقاطعناهم. وكيف عرفنا أستاذ أحمد؟ نحن رحنا قاطعنا أنه هدول 1100 شخص نحن مسجلين، يعني عم نوثق قبل صور قيصر وبعد صور قيصر. فقاطعنا هاي البيانات لأن صور قيصر لمنتصف 2013 تقريبا صحيح خرجت. نعم، وأنتوا استمريتوا بالأحصاء لحد 2021، بس نحن رحنا قاطعنا قبل هدول، مع فوجدنا انه تقريبا نحن مسجلين، يعني بين 75 و80% هن اوريدي مسجلين عنا. فصور قيصر شو اعطتنا؟ اعطتنا صورهم لهدول بعد ما ماتوا. نحن ما عندنا صورهم بعد ما ماتوا، لانه ما في حدا يسجل او يصور يدخل لمراكز الاعتقال الاسديه ويسجل جوا. حتى نحن وقت عملنا وسائل التعذيب 72 اسلوب تعذيب اللي اتبعهم النظام بقتل المعتقلين، احنا رسمناها بصور 72 اسلوب، يعني مو انه 10 اساليب المشهوره او المعروفه، 72 72 اسلوب تعذيب. هدول نحن يعني قابلنا ابرزهم استاذ فضل للمشاهد اللي ما عنده معلومات. نعم، هلأ بتتوزع أساليب التعذيب، وهون أنا يعني ما بنصح ضعيفين القلوب أنه يشوفوا التقرير الموجود على الموقع. الرسمات نحن رسمناها هي غاية في الصعوبة، حتى وقت نشرناها بعض أهالي المعتقلين حكوا معنا وقالوا لنا أنه كيف تنشروا التعذيب. هو بيتوزع عند النظام بين تعذيب جسدي، إهمال الصحي وظروف الاحتجاز، وتعذيب جنسي، والتعذيب إهانة الكرامة الإنسانية وأعمال السخرة، هي من التعذيب. وأيضا في التعذيب بالمشافي العسكرية وفي الفصل. هدول بشكل مختصر كل واحد من هدول تتشعب تحته أنواع متعددة. اللي بيموتوا بسبب التعذيب أغلبهم هو بيموت بسبب الظروف الاحتجاز وإهمال الرعاية الصحية. يعني هذا بيمرض، بيتم مريض يوم اثنين، خمسة أيام، شهر اثنين، ما بيتم يعني والظروف الاحتجاز طبعا هي مفارخ، لانه تخلي الواحد مريض، لانه سوء التهويه، الاكتظاظ، وايضا ما في الغذاء، لا غذاء ولا دواء ولا رعايه صحيه ولا اي شيء من هذا. طيب هل رقم استاذ فضل وبيمرض بيموت بيمرض مفهوم. هذا تعذيب. نعم هذا الرقم ال 14500 متوفى، في منهم اعترف فيهم النظام، يعني خبر أهاليهم أنه هو مات في السجن لأسباب معينة، بالتأكيد النظام لن يقول أنه توفي تحت التعذيب، أم لا؟
نسبة قليلة جدا جدا اللي اعترف فيها النظام، تقريبا يعني هي لا لا هي أقل من 1000 من ضمن ال 14000. بس هو كيف اعترف فيهم؟ وهذا مهم. اعترف فيهم بأسلوب بربري، نحن حكينا عنه بثلاث تقارير. هو الأغلب من هدول الألف اعترف فيهم عن طريق دوائر السجل المدني النفوس، وهي إهانة للمواطن السوري. ليش؟ لأنه أنت المفروض هذا السجن اللي مات فيه أو مركز احتجاز هو اللي يتصل بأهله، وليس الأهل يروحوا ورايحين عن نفوس. كيف انكشفت النفوس؟ راست راحت، فموظف قال لهم هذا مسجل عندنا ميت. طب شو حالة هذا الأهل؟ شو حالته وقت عرف أنه هيك؟ بالتأكيد. فبعدين نشر قوائم، فنحن رحنا أحصينا الكم اللي نشر، النشر أقل من 1000. بس شوف أستاذ أحمد، كمان في نقطة مهمة، أنه تسليم الجثث، ما سلم جثث هون، ما سلم الجثث. صحيح، لم نسمع عن اي حاله يسلم فيها الجثث. طيب خليني اسالك بهالنقطه، بما انك اثرتها استاذ فضل، بالعشرات تسليم الجثث ليس اي حاله، بالعشرات يعني تسلم الجثث حمزه الخطيب وبعض الجثث يعني تسلمت، بس هي بالعشرات. وهي بالبدايات في 2011. طيب استاذ فضل، كان يستفيد النظام ممن يعتقلهم في التعامل مع الجثث، بمعنى دفنها، ترحيلها، نقلها إلى شاحنات أو سيارات، ربما إحراقها؟ نعم، وهذا ما يطلق عليه، يعني متعارف بين المعتقلين أنه هو أعمال السخرة، وهو بيستخدمهم حتى أنه بنقل الجثث، وحتى بين الممرات وبالتنظيف وما إلى ذلك. هذا المتعارف عليه وأسلوب السخرة. في نقطة مهمة بموضوع التعذيب عند النظام الأسدي، وهي غير موجودة بأي دولة بالعالم. ولهيك نحن بنقول دائما سوريا استثناء، لأنه حقيقة هي استثناء، مو مظلومية. التعذيب ما له حد، بمعنى انه اذا واحد تظاهر، طب هذا هو تظاهر اصلا متهمه، بس يعني فرضا تظاهر او نقد النظام او ما الى ذلك، او يعني ساهم صور اي، طب هذا شو العقوبه الموازيه له؟ يعني 100 ضربه، كم ما في حد، يعني بمعنى هذا بيتعذب وبعد بشهر بيرد بيتعذب، بعد بشهر، فهذا حاله نفسيه من التعذيب، وهذا غير موجود ولا يتم الحكي عنه، انه ما في حد، ما له حد. هل أنا بدي تم اتعذب حتى موت؟ ما هذا الشخص لازم يعرف كل عقوبة إلها حد إلا التعذيب الأسدي. عندكم معلومات ما الذي يفعله النظام بجثث المتوفين تحت التعذيب في سجونه ومعتقلاته أستاذ فضل؟ بالحقيقة هاي يعني متاهة وكارثة حقيقية، ما معروف يعني. لا، وتقريبا يعني في حالة، ما ولا نحن ولا منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، وهذا نقاش أيضا مع لجان تحقيق، أنه أين تذهب الجثث؟ أين الجثث؟ يعني في أقوال، بس هل في شيء موثق؟ أنه في، نعم في مقابر توسعت، ونحن أخذنا صور أقمار صناعية مثلا نجهة، شفنا كيف توسعت، بس هذا لا يتسع. نحن عم نتكلم عن أعداد هائلة. هل أنه في، بيقول لك في إذابة بالأسيد وفي كذا، في أقوال، بس نحن بنحاول نعتمد على يعني أدلة وعلى أكثر. نعم. وعلى يعني إذا لا يوجد أي دليل قطعي يجيب عن هذا التساؤل. بس لأنه خلص وقتي مع حضرتك يا أستاذ فضل، بدي عندي سؤال بس. هؤلاء المعتقلين والمتوفين كلهم في معتقلات النظام، بمعنى يعتمد النظام على حلفائه سواء روسي أو إيراني أو ميليشيات أو ما إلى ذلك، عندهم معتقلات خاصة يمارسون التعذيب فيها، أم فقط كله تابع للنظام؟ لا، في معتقلات لحزب الله، في معتقلات خاصة لحزب الله على الأراضي السورية. على الأراضي السورية في معتقلات لحزب الله. طبعا نحن المقصود بمصطلح قوات النظام السوري هو هاي القوات والميليشيات، لأنه هي محسوبة عن النظام. ولهيك نحن بنستخدم هذا، بس منعرفه. هذا يشمل القوات الإيرانية، العراقية، كل الميليشيات اللي جابها، مفهوم. حتى هي كلها تنضوي تحتها، ولكن في معتقلات خاصة لا 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 لحزب الله، والنظام هو مسؤول عن أكثر من 98% من إجمالي ضحايا التعذيب بسوريا. يعني بقية الأطراف هي كلها 2%، تفوق على تنظيم داعش وتفوق على الكل بفوارق شاسعة. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر، يعطيكم ألف عافية، جهودكم المقدرة، وشكرا على المشاركة في هذه الحلقة. الأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من الدوحة. أنتقل إلى ضيفي من بريمن، الأستاذ مروان العش، أمين سر اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات. ورحب بك معنا أستاذ مروان، وتحدثنا كثيرا في حلقات سابقة مع حضرتك، كنت ضيف معنا، عن موضوع المعتقلين والأرقام، ولا يوجد إحصاءات رسمية. آخر التقديرات لمركزكم أو لجنتكم عن أعداد المعتقلين، وإن كان هناك أيضا أرقام عن المتوفين تحت التعذيب.
مساء الخير للجميع، مساء الخير للحضور. مساء الخير. الزملاء، الزميل الأخ فضل عبد الغني حكى شيء مهم جدا وجيد، وجهد وتعب واضح ومتعوب عليه ويعني مبذول جهد. نعم. لكن أنا كمعتقل سابق، كاسمي مروان العش، معتقل في الجوية خلال الثورة سنة كاملة، ومعتقل قبل الثورة في أمن الدولة. يعني أفيدك وأفيد السادة المشاهدين كثير من الكلام اللي حكاه الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة، كلام نظري، كلام يعني منقول، أنا شاهدت بعيني. الرقم الذي طرحته الشبكة 14500 هذا رقم معيب جدا بحق الثورة، معيب جدا بحق الثوار، ومعيب جدا بحق المعتقلين، ومعيب جدا بحقي أنا كمروان العش وكمعتقلي ومعتقلات أنه يكون هذا الرقم يصلوا له بعد 10 سنوات ثورة. هذا ناتج شهر وشهرين وثلاثة، ناتج السنة الأولى من الثورة. هن عم بيقولوا وثقوا صحيح، بحرفية صحيح، بمعايير شديدة صحيح، لا ترضي الأمم المتحدة ولا ترضي الجهات الدولية ولا ترضي الممول ولا ترضي الجهات التي تشرف على هذا الأمر. يعني لا أشك هذا اتهام خطير يا أستاذ مروان. لا 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 لا، أنا معتقل عم دافع حقي إذا بتريد. لا لا، بكل تأكيد، بكل تأكيد، بس يعني شو تقصد بإرضاء الجهات هذه؟ هذا الرقم، إظهار هذا الرقم جريمة بحقنا نحن كمعتقلين. الرقم كبير جدا، الرقم لا تستوعبه لا الشبكة ولا أورنامو ولا اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات ولا هيومان رايت واتش ولا كل جهات التوثيق. أعطينا فكرة عن الأرقام الحقيقية. أعطيك أنا طبعا أعطيك إذا ممكن. تفضل. بالجوية مطار المزي العسكري، أفيدك وأفيد كل مواطني السوريين أنه كان يقدر العدد سنة نهاية 2012، نحن كنا بالجماعيات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة و48 زنزانة إفرادية ومقابلهم 48 لازم منه. كان يقتل يوميا يا رجل، يقتل يوميا العشرات والمئات، يقتل يوميا. أنا شاهد على مقتل أطفال من مخيم اليرموك قتلوا أمام مني، أنا واقف عم بستنى دوري بالتعذيب. يا رجل المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية والأمن السياسي وأمن الدولة والجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني وكتائب البعث و14 ميليشيا موجودين من السنة الأولى بالثورة. نعم. يصل القتل هذا إلى هذا الرقم المعيب، الرقم لا يشكل 10% مما هو واقع، مما نراه وما سمعناه. ولدي بعض الوثائق، لدي بعض الأرقام، لدي بعض مراسلات الأهالي، ربما الشبكة ما تصل أنا وصلت لها، ربما الفي دي سي ما وصل لها أو أنا ما وصلت لها، وهكذا من تقاطع المعلومات. وهذا عملي و24 ساعة متفرغ له. وفيدك الرقم يتجاوز من قتل، يعني ما حعطي رقم قول لا 100 ولا 200، الرقم فوق 100,000 مقتولين يقتل يوميا بالفروع. بالفرع 215 يوميا، رفقاتنا كانوا يرحلوا 15 جثة خلال السنة الأولى. في طبيب جلال نوفل، في فلان، في فلان، في فلان، كله شاهد القتل، كله شاهد القتل، وكله شاهد، وكله عمر الشوري وغيره، كله حمل جثث من 215. وبالجوية نحن حملنا، أنا بإيدي حملت جثث بالجوية بالجماعيات، أنا بإيدي مروان العش حملتها إلى، حملناها من الجماعية، طلعناها لبرا وطلعناها من برا لساحة التجميع. أبدا. وغيرنا كذلك، تقرير طبي شكلي لهم إجراءاتهم هن بالفرع، لهم إجراءاتهم يا أخي. بس للمشاهد يا أستاذ مروان، أنت تتحدث بتقديرات بأمور منطقية، يعني بمعنى أنه إذا كان يموت باليوم كذا فخلال 10 سنوات لازم يكون مات الرقم كذا، أم أنكم توثقون هذه الأعداد؟ يا أخي نحن نوثق كثيرا من الأعداد. أنا لدي موثق بالاسم حوالي 138,000 140,000 بعطيك الرقم بالضبط، 138,000 وكسور حالات أبلغت عن اختفاء أبناء، ومن 2011 اليوم ما بينوا. من 2011 لا بينوا سجون، لا بينوا صيدناية، ولا بينوا وين هدول. هدول مقتولين. هدول هو الأستاذ فضل واللجنة عم تشتغل
بحرفية عالية جدا مقبول، لكن في وقائع وحقائق شغلة مو نظرية، شغلة احنا عشناها. بس ما بعرف اذا انتبهت بكلامه، قال لك هذا اللي قدرنا ان نحصيه ونسجله ونقاطع المعلومات بالاسم، قد يكون، بس خليني اقول لك اللي بلكي فاتتك المعلومة، قد يكون قال لك الرقم الحقيقي اضعاف مضاعفة، قد يكون 10 أضعاف يعني قالها. سمعت هذه الكلمة وقالها، لكن تثبيت رقم 14,000 بكرة الروسي بياخده والأوروبي بياخده أنه في شبكة سورية وقالت 14,500 هدول اللي قتلوا، هدول ناتج المجزرة السورية. يعني نحن إذا سير بينرتشا كافية بليلة واحدة 14,000 نحن عنا أرقام مضاعفة. يا جماعة الشيء النظري شيء والشيء العملي شيء. نحن بنحترم وجهد عظيم جدا قامت فيه الشبكة، لكن الفي دي سي شغاله، الاورنامو شغاله، الشبكه شغاله، اللجنه شغاله، لجان اخرى شغاله، نشطاء افراديين شغالين، كلهم هدول بشكل ارقام. بدنا جهه وطنيه تجمع هالكلام كله تشيك عليه، وهذا شيء ان شاء الله باقرب فرصه ممكن شيء. بتقديراتكم ايضا يا استاذ مروان، عدد المعتقلين ليس المتوفين تحت التعذيب، عدد المعتقلين خلال 10 سنوات في ارقام؟ يا سيدي هلا من يقول، انا بقول رقم والاستاذ انور بيقول رقم والاستاذ فضل بيقول رقم كذا، لكن متعارف عليه سياسه الباب الدوار، 1.5 مليون سوري فاتوا وطلعوا على السجون، 1.5 مليون سوري يقارب الرقم 1.5 مليون سوري فاتوا وطلعوا على المعتقلات بكافه جهات الاعتقال بكافه محافظات سوريا. قيصر وثق 6,882 قتيل او شهيد للثوره. نعم. من أصل 55,000 صورة، كل واحد له خمس صور لكل قتيل بيطلعوا 11,000 منهم للثورة 6,882 وثقوا، والباقي حوادث عسكريين ومدنيين كونه هو مصور بالشرطة العسكرية. يا جماعة موضوع يعني رهيب جدا. إذا وثقنا وقلنا 14,500 وقفنا عن هذا الرقم، بدك ترفقه بمثبتات وما يتكلم عنه النشطاء وما ينقلونه وما يشهدوا به علنا. إذا الشاهد محكمة كوبلينز اللي هو رقم R33 اللي قدمه الأستاذ أنور البني، يعني حكى عن فضائع نقلت من فروع دمشق، فروع التحقيق التابعة للأربع إدارات للجوية والعسكرية والسياسية وأمن الدولة، ينقلوا يوميا بين 30 و 35 جثة على مدى 10 سنوات، ضربهم زائد ناقص. طبعا هذا اللي نقل من دمشق، اين حلب وحمص ودير الزور ودرعا وكذا، مفهوم. الفروع المركزية نقلت هالارقام. نحن قدام كارثة، نحن قدام مصيبة كبيرة، نحن قدام يجب ان لا نقف. جهد الشبكة مكتورين الخير والله يعطيكم العافية، لكن هذا جزء بسيط. نتمنى التركيز على أنه هذا جزء بسيط وليس هذا الرقم. أنا خايف يعتمد هذا الرقم من أي جهة دولية أخرى. هون نحن محطنا الجمال، بنكمل نحن بمحاور إذا بتحب. طيب سأعود إليك بعد قليل، أنتقل إلى ضيفي من برلين الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات القانونية، وأرحب أيضا بضيفنا الذي انضم إلينا من واشنطن دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. سؤالي لحضرتك أستاذ أنور البني، بحكم عملك الحقوقي المشكور عليه دائما وجهودك، وقضية ملاحقة بعض الضباط الذين خرجوا انشقوا كما يقولون عن النظام وكانوا مسؤولين عن التعذيب، ما الذي يمكن أن ترويه للمشاهدين عن حجم التعذيب، عن أعداد الذين توفوا تحت التعذيب، عن أعداد الذين اعتقلوا ومجهول مصيرهم خلال 10 سنوات؟ تفضل أستاذ أنور. تحياتي لك ومشاهدين الكرام وضيوفك الكرام أيضا، أهلا وسهلا. واقع أعداد الذين اعتقلوا وعذبوا في سوريا هائل جدا، يعني هائل، ولا يمكن لأي جهة أن توثق رقم عن أعداد الذين تم اعتقالهم بشكل عام بسوريا منذ عام 2011. لكن حتى الآن هناك على الأقل 150 ألف معتقل ما زالوا مختفين قسريا وما زال مجهولين المصير. الأستاذ فضل والشبكة السورية وثقت بشكل ممتاز ورائع وجهود جبارة، وهم كما قال الأستاذ مروان يعملون بحرفية، وبالتالي هم لا يستطيعون توثيق أرقام دون أن يكون لديهم قائمة أسماء. وبالتالي الأسماء التي استطاعوا الحصول عليها للمعتقلين الذين تم قتلهم تحت التعذيب أو بظروف السجن
هو 14,000، لكن لقاءاتنا مع المعتقلين وسرديات الاعتقال بالنسبة للمعتقلين الذين تم اللقاء معهم من معظم الأفرع الأمنية، في كل الأفرع الأمنية وليس من معظمها، في دمشق وخارج دمشق كذلك ومن المحافظات، التقديرات حسب روايات الشهود وتقاطع المعلومات أنه للأسف الشديد أكثر من 80,000 معتقل الذين تم قتلهم تحت التعذيب حتى الآن. على الأقل أنا أقول على الأقل أكثر من 80,000 ضحية. هذا ما لأن هناك العديد من الأهالي الذين لم يوثقوا الاعتقال أولادهم. هناك عائلات اندثرت بكاملها حقيقة، لم يعد أحدا منها، لم يعد هناك من يخبر عنها، إن كان إن كان بدارية إن كان في مناطق أخرى بالقصير، لم يعد في عائلات، ما بقى نعرف إنه كان في عائلة موجودة واندثرت كلها هي والأولاد والأهل، ما بقى في مين يخبر عن هالعائلة للأسف. ما يظهر حتى الآن من هذه الأرقام للأسف هو رأس جبل جليد. ما خفي هو أعظم بكثير. تكلم الأستاذ فضل عن موضوع حدود التعذيب. للأسف في سوريا ليس فقط لا حدود للتعذيب، للأسف أن التعذيب هو فقط لأجل التعذيب، هو فقط الانتقام ببعض الأحيان، معظم الأحيان هو ببعض الأحيان للتسلية. يعني تخيل أن السجانين يريدون أن يتسلوا فيقومون بتعذيب المعتقلين فقط. ليس يعني أنت من إدلب وإدلب ثائرة تعذب أضعاف من دون ربما تهمة، أنت من درعا كذلك في البدايات الأمر سيء تماما، وبالتالي للمتعة للانتقام، للمتعة ببعض الأحيان فقط للتسلي يقومون بالتعذيب، وهذا لا يحصل في كل العالم. التعذيب يكون للاستحصال على المعلومات، هذا متعارف عليه أنه يتم تعذيب المعتقل لاستحصال المعلومات، عندما يحصل معلومات تنتهي قضية التعذيب. في سوريا التعذيب مستمر ما دام المعتقل موجود في المعتقل، ولا بدون أي سبب، لا يحتاج لسبب، فقط كما قلت الانتقام فقط، أنك تريد حرية، هاي الحرية التي تريدها، أو للتسلية ببعض الأحيان يكون طيب. طفل أو شيء. أستاذ أنور، عندك كثير من الملفات في هذا الصدد، من الذي يصدر هذه الأوامر وفق معلومات دقيقة؟ هل تصدر من رأس الهرم من بشار الأسد؟ هل تصدر من قيادات أفرع الأمنية؟ يعني من إلى أن تصل إلى موضوع السجان الذي يمارس التعذيب حتى الموت؟ سياسة التعذيب هي سياسة منهجية، ليس فقط الآن، هي سياسة منهجية ومثبتة منذ استلام حافظ أسد السلطة. صحيح. وبالتالي من يعطي الأوامر الشفهية، لا أحد يهتم بما يقوم به السجان مع المعتقل، لا أحد يهتم، ويكافئون السجان الذي ينتزع المعلومات، كان سابقا التعذيب لأجل المعلومات، وبالتالي كانوا يكافئون السجان الذي يعذب المعتقل حتى يشارف على الموت ويحصل على معلومات، كان يتم مكافأته. التعذيب شرع بالقوانين التي حمت عناصر الأمن وعناصر الجيش وعناصر الشرطة، بشار أسد حمى عناصر الشرطة من أي ملاحقة أو محاسبة عند ارتكابهم جرم أثناء تأدية الوظيفة، وطبعاً التعذيب في مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال هو جزء من أعمال الوظيفة، وبالتالي لا يمكن ملاحقة لا عناصر الشرطة ولا عناصر الأمن، فهو سياسة متبعة ومشرعنة. ونحن في المحاكم وفي القضايا أثبتنا أن على الأقل معلومات، هناك أوامر بالتعامل مع المعتقلين بالشدة، ثانيا هناك معلومات على أن الكتب التي ترفع بالجثث أو بأن هناك معتقلين قد توفوا تحت التعذيب كانت تصل إلى بشار الأسد، ولا يتم محاسبة المرتكب، أو بل كان يؤخذ العلم بهذا الموضوع، وهذا هو حقيقة هي مشاركة أو هي جزء من الجريمة، وبالتالي يصبح هو متهم بهذا الموضوع وجزء من جريمة ضد الإنسانية. وهذا ما حصل حقيقة في كوبلينز بقرار بحكم إياد غريب، هناك أصبح قرار قضائي يقول أن ما يمارس في سوريا هو جرائم ضد الإنسانية على صعيد التعذيب. ماذا تعني هذه المقولة البسيطة؟ هي تعني الكثير
لأن هذا الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم ترتكب من قبل دولة بكاملها وليس فقط ترتكب من شخص في هذه الدولة أو شخص ينتمي لهذه الدولة. نتحدث عن آلاف من أركان النظام. تماما، هي سياسة تنتهجها كل الدولة وكل عناصر الدولة مسؤولين عنها، والأوامر تأتي من رأس هرم هذه الدولة. عندما نقول جرائم ضد الإنسانية فهذا يعني تختلف عن جرائم الحرب. جرائم الحرب يمكن أن يرتكبها جندي أو ضابط في المعركة بنفسه بدون أوامر، لكن جرائم ضد الإنسانية هي سياسة لدولة ثابتة تأتي الأوامر من أعلى هرم هذه الدولة، وهي سياسة ممنهجة وثابتة ومستمرة وممتدة وواسعة النطاق. وهنا أهمية قرار محكمة كوبلينز، بالإضافة أنه الشاهد الذي كان يحفر القبور الذي رمز إليه الزد 30، هذا الشاهد أكد أنه كان يأتيه برادات من الجثث تأتي من المعتقلات. كان كل مرة يدفن بين 340 جثة، ومن 3 إلى 4 مرات في الأسبوع كان يتم دفن من 300 إلى 400 جثة خلال. إذن المتوفين تحت التعذيب في سجون النظام يدفنون، ليسوا فقط من هؤلاء من المعتقلات، كان يأتي من المعتقلات، كان يأتي من المناطق التي يتم اجتياحها دارية، دمت تقتل الناس في بيوتها وتسحب جثث وتدفن، حتى من العناصر الميليشيا أو الجيش اللي كانوا يموتوا بالمعارك كانوا ياخذوهم يدفنوهم، اللي بالغوطة بالكيمياوي اللي سحب جثثهم بمظاهرات قتلوا وسحب جثثهم. بس بالتأكيد لا تدفن في مقابر واضحة أنها مقابر. لا هي تدفن، دفنت وحسب الشهادة هي دفنت في القسم الأكبر بالبداية، دفن في نجهة تحت مستوى القبور المدنية. وحيث يتم بناء القبور المدنية فوق المقابر الجماعية للمعتقلين والضحايا. طيب. وتضيع الأدلة بأن هناك ضحايا وهناك قبور في هذه المنطقة، فلا يمكن كشف أن هناك قبور تحت هذه القبور. طيب. وبعد نجهة تم نقل العمل إلى القطيفة، إلى جانب الفرقة الثالثة بالقطيفة، وبالتالي فتحت هناك مقبرة جماعية هائلة. يعني التقديرات أن حوالي على الأقل حسب تقديرات الشاهد الذي قام بدفن معظم هؤلاء، أن هناك 600-700 ألف جثة ضحية تم دفنهم في هذه المقابر. متوفين في المعتقلات وخارجها؟ نعم، في المعتقلات، في المداهمات، في قصف، في هذا في منطقة واحدة، في منطقة واحدة. دمشق، نحن نحكي منطقة. إذا عندما نقول خلال 10 سنوات قتل مليون سوري، هذا رقم متواضع. على الأقل نعم، هو رقم متواضع جدا، لأن هناك مقابر جماعية أخرى، حتى أمن الدولة لدينا شهادات أنه هناك مقابر دفن فيها أعداد أقل. هناك في بساتين المزة تم دفن مقابر جماعية لمئات الأشخاص. هناك في مناطق أخرى لدينا شهادات حول مقابر ربما لا تتسع لمئات الألوف أو عشرات الألوف لكن لآلاف. هناك مقابر اتسعت لآلاف من الضحايا هنا وهناك وموزعة في أكثر المكان. هذا نتكلم عن دمشق وريفها، هذا لا ننطلق إلى لا حمص ولا حلب ولا حما وإدلب درعا والسويدة وغيرها. هناك طيب. يعني الأعداد ما يظهر حتى الآن هو رأس جبل جريد حقيقة من حقيقة ما جرى في سوريا. طيب، أعود إليك بعد قليل، أنتقل إلى واشنطن وضيفي من هناك الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، ورحب بك معنا من جديد. تركتك لآخر الأسئلة يعني نوعا ما دكتور نبيل، لتستمع إلى الأرقام، لتستمع إلى كلام الأخصائيين اللي شاركوا معنا في هذه الحلقة. تعلم منذ 10 سنوات يقصف النظام مناطق مدنية، من ينجو يذهب إلى المخيمات ينزح، يخرج خارج أرضه يستهدفه أيضا في المخيمات، من ينجو وربما يسعف إلى المستشفيات يقصف المستشفيات. نحن حديثنا في هذه الحلقة عن الذين يقتلون تحت التعذيب في سجون هذا النظام. المحاكم الأوروبية وثقت، منظمات حقوق الإنسان Human Rights Watch وأمنستي، منظمة العفو الدولية وغيرها الكثير عالمية ومحلية وإقليمية وثقت أيضا هذا الموضوع.
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قالت أنها استولت على أكثر من 900 ألف وثيقة موقعة بقلم ويد بشار الأسد رأس النظام السوري، جميعها يعني تعطي أوامر بقتل أو تعذيب أو وما إلى ذلك. السؤال لحضرتك، كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تحديدا التي تتغنى بحقوق الإنسان وتقيم علاقاتها مع الدول في منطقتنا على أقل تقدير بناء على حقوق الإنسان، كيف تتعامل مع شخص مثل بشار الأسد ونظام مثل نظام بشار الأسد، وربما تقدم مقايضات نفتح مغبر باب الهوى، أبقوا مغبر باب الهوى لتدخل المساعدات الإنسانية، وربما هناك أحاديث في هذه الفترة عن تعويم النظام أو ربما عودته إلى الجامعة العربية، كيف لنا أن نفهم هذه الازدواجية يا دكتور نبيل؟ هو في مشكله في الصوت، انا سمعتش السؤال كويس لان صوت حضرتك كان بيقطع للاسف. هل ترى الصوت هل الصوت بتاعي واضح ولا في مشكله؟ صوتك واضح يا دكتور نبيل. السؤال واضح ولا بعيده على حضرتك باختصار؟ ايوه يعني لا موقف امريكا، عشان هو كان سؤال طويل وما فيش وقت كتير في الحلقه. طيب. طبعا امريكا بتهتم بالموقف في سوريا وقضيه حقوق الانسان هناك، لان هي قضيه تزامنت مع الأزمة السورية واندلاع الحرب الأهلية هناك. أحب يعني أدي خلفية إن مثلا في مصر هي بس بالمناسبة ليست حرب أهلية يا دكتور نبيل، يعني سميها كما تشاء، بس أهم حاجة طبعا في عنف ودموية كبير. يعني أعتقد إن حتى مجلة الطليعة اليسارية في مصر قبل ما أنور السادات يغلقها في ربيع 77 كانت بتنشر عن حالات تعذيب من قبل البعث العراقي والبعث السوري. هم طبعا بحكم خلفيتهم الماركسية الشيوعية كانوا يعني مش على وفاق مع القوميين العرب. لكن ومجزرة سجن تدمر وصيدنايا وغيرها من الأحداث يعني معروفة في عهد حافظ الأسد في الثمانينات. لا ده كان بيتكلم على السبعينيات، فيعني ليها تاريخ سابق. يعني الخوف ان سوريا تبقى زي رواندا، 800 ألف واحد ماتوا لقوا حتفهم لصراع عرقي ما بين الهوتو والتتسي ومفيش أي تدخل لإنقاذ حياتهم. طبعا أمريكا بتهتم، بس القضية هي كيف تتعامل أمريكا مع قضية حقوق الإنسان حاليا في سوريا. ربما يكون هناك تأييد أمريكي لإقامة محكمة لمحاكمة من هم متهمون بالتعذيب والقتل، أمر مشابه لما حدث في رواندا وأيضا ما حدث في ليبيريا وما حدث أيضا بصورة أكبر وبصورة أكثر على هذا. أين يحدث هذا؟ هذه توقعاتك لاحقا دكتور؟ لا ده هو يعني في آليات في النظام الدولي بتتعامل مع مشاهد دموية تسيء إلى حقوق الإنسان بأقصى درجة. يعني مثلا الموقف في يوغوسلافيا ما يعرف باسم وور تريبيونز. بس أنا أسأل عن الولايات المتحدة دكتور نبيل، يعني حتى في لقاء بايدن بوتين الأخير عندما تحدث عن موضوع بشار الأسد وإيصال المساعدات إلى دمشق بدلا من عن طريق الحدود التركية السورية، قال بايدن، أقتبس منه حرفيا، أنه بشار الأسد شخص لا يمكن الوثوق به لأنه تجاوز الخطوط الحمراء واستعمل الأسلحة الكيماوية. يعني لم يتطرق إلى كل الانتهاكات، كل أعداد القتلى في السجون وخارج السجون، تحدث عن أنه استخدم السلاح الكيماوي، بمعنى أي شخص يموت بغير السلاح الكيماوي الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف عند هذا الموضوع. هنا أسألك عن موقف الولايات المتحدة. موقف أمريكا أولا أيام أوباما تم تجاهل القضية إلى درجة كبيرة، يعني حتى عندما استخدم السلاح الكيميائي قرر أوباما عدم قصف الحكومة في سوريا، وأيضا يعني تجاهل أزمة اللاجئين وتجاهل دور الإقليمي لعدة دول. دي حاجة. ترامب حاول إن هو يتعاون مع بوتين لإخراج إيران من سوريا، وايضا لان يكون هناك حل للقضيه سلميا، مؤتمر دولي، عوده اللاجئين، امور يعني كما بس آلة القتل والتعذيب، آلة الموت في سوريا مستمره، كيف تريدون ان توقفوها؟ اتحدث كولايات متحده امريكيه، كيف تريدون ايقافها وانتم لا تردعونها، لا تقومون باي شيء يوقف او يجبر هذا القاتل على وقف التعذيب ووقف الانتهاكات بحقوق الانسان والقتل؟
هو طبعا في تقصير كبير من قبل أمريكا فيما يتعلق بالأزمة السورية يعني أكملها بما فيها قضية حقوق الإنسان. الأمر قد يأتي من يعني من مدخلين، يكون هناك مطالبة في الكونغرس بضرورة إقامة محكمة لمحاكمة الاختراقات والانتهاكات لحقوق الإنسان. هذا أيضا سيشمل المعارضة، يعني علشان الحكومة توافق عليه تقولك طب المعارضة لما كانوا بيعتقلوا واحد كانوا بيعذبوه وبعدين بيتخلصوا منه جسديا. الأمر الآخر أن تكون هناك مبادرة من البيت الأبيض أو من مثلا وزارة الخارجية الأمريكية. فهي دي الأمور اللي هتحرك المشهد. لكن حتى الآن بايدن غير مهتم بسوريا، لكن ربما تطرح قضية تقرير عن حقوق الإنسان داخل سوريا على عبر السنوات الماضية، وأيضا الدعوة لإقامة محكمة جنائية كما حدث في يوغوسلافيا وعدد آخر من الدول. طيب من جديد إليك أستاذ مروان العوش ضيفي من بريمن، الصور التي سربها قيصر أدت إلى وضع قانون هو الأقصف من العقوبات على سوريا في تاريخها القديم والحديث أيضا، ما الذي تريدونه من دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ذلك؟ يعني قانون قيصر مهم جدا في مسيرة العدالة السورية. نحن كسوريين كلجنة معتقلين كمعتقلين سابقين بنطالب بتنفيذ العدالة الانتقالية ليست عن طريق الولايات المتحدة فقط، هذا أمر عالمي، هذا شأن يخص الدول مجتمعة، لكن ما حدا لهلأ هالتوثيقات لهلأ ما حدا اشتغل بهالقصة. مثل ما حكى الدكتور نبيل، إقامة محكمة جنايات على مستوى مثل رواندا مثل يوغوسلافيا مثل خمير روج كمبوديا، في 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 كتير أمثلة بالتاريخ جري. فنحن ليش سوريين لهاللحظة مستثنائين من هالقصة؟ شغل عم شغل الأخ أنوار والأخ فضل عبد الغني والفي دي سي والأورنام وهيوم رايت ووتش وأمينستي وكذا، كله بصب توثيق وتجهيز قاعدة قانونية وتجهيز قاعدة مطالبات لإقامة هالمحكمة. هلأ صاحب الرأي بالآخير هو إذا ما وقفت الولايات المتحدة معنا ما حيمشي الحال، لكن الأوروبيين كمان لهم دور، مو بس الأمريكان. الأمريكان نحن الديمقراطيين بنعرف شو سياستهم وبنعرف خطوط الحمراء تبع أوباما وين وصلتنا. نحن هلا نحن مطلبنا كسوريين إقامة محكمة جنايات دولية، والأخ أنور وغيره عم يشتغلوا على هالقصة بشكل أو بآخر، أو نتائج أعمال الشهادات اللي بكوبلينز والشهادات اللي موجودة عند الأستاذ فضل عبد الغني والشهادات الموجودة بالشبكة وغيرها كلها بتأدي لرسالة واحدة، الجريمة كبيرة والجريمة غير مسبوقة من الحرب العالمية الثانية إلى اليوم وبالقرن الواحد وعشرين بجرى. برأيك أستاذ مروان، هذه المعلومات التي لا تفيد بتحرك فعلي، هل تخضع أو يخضع أصحابها لموضوع الابتزاز السياسي؟ يعني بمعنى من يمول أي مؤسسة اليوم ولديه دلائل ولديه قرائن ولا يتحرك بها، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم انه الدول عندها اجندات. اليوم سوريا متروكه للتعفن سياسيا، خلاص اتركهم عم يقتلوا بعض، والروسي عم بيغطي على النظام وبيحميه، والاوروبيين مسائلين والامريكان مسائلين كذا. يعني هذا تحليل بسيط وساذج، لكن في اجندات، في اجندات، في ممول، في ممول، في قصص عم تصير نحن ما بندرى فيها كسوريين. نحن بالاخير بدنا الحل السوري. في عنا مليون سوري قتلوا، في عنا مليون سوري اعتقلوا، في عنا يعني الرقم اللي حكاه الاستاذ انور اليوم 800,000، انا بثق اكثر من ذلك، وممكن اعطيك دلائل 10% 20% 30%، والاخ فضل بالشبكه بيحكوا كذلك. ويعني نحن امام كارثه كبيره. اذا خمير روج قتل 100,000 زلمه، وبرواندا 800,000 زلمه او رجل او انسان بغض النظر عن عرقه وعن دينه وعن قصصه، برواندا قتل 800,000 زلمة خلال فترة زمنية قصيرة، بسوريا قتل قد 800 بمرتين. طبعا بدها وثائق، طبعا بدها حقائق، طبعا بدها، لكن كلها عم تصب نقطة واحدة، الشبكة والأستاذ أنوار ونحن باللجنة ومعتقلين ومعتقلات وآلاف الشهادات موجودة، 800,000 وثيقة موجودة بشمال أوروبا محفوظة، في أوامر قتل تسلسلية، في أوامر تنفيذ إعدامات، أوامر من رأس النظام فما دون. كل هذا الشيء بصب بشغله. نحن كسوريين اليوم يا جماعة
شغلنا يا جماعه نتوحد باتجاه اقامه محكمه جنايه دوليه، مو بايدنا، مو بايدنا لكن ما بنسكت، ومو بايدنا نثبت 14500 قتيل فقط، لا طيب. في عندنا مليون قتيل. مفهوم استاذ مروان، بس سامحني لانه ضاق الوقت فينا، بدي انقل هالنقطه باختصار ايضا للاستاذ انور البني، موضوع الاتجاه الى لاهاي، ما الذي يعرقله، ما الذي يمنعه يا استاذ انور؟ استاذ انور لا اسمعك، بس شيل الميوت عن الميكروفون تفضل. لاهاي انساها، لاهاي هي لا يمكن ان تختص بالموضوع السوري، لانه الدخول الى لاهاي يحتاج اما ان تكون سوريا موقعه وهي غير موقعه اتفاقيه، او ان يحيل مجلس امن الملف السوري الى محكمه لاهاي، وهذا موقف حتما بالفيتو الروسي والصيني. بالاضافه انه انا لا احبذ لاهاي، لانه هلا شفنا محكمه الحريري، يعني التمويل وقف، التمويل وقفت المحكمه، وبالتالي تخضع العدالة لأهواء وقرارات الممولين. مفهوم. إذن البديل الأفضل عنها؟ البديل نحن نسعى لإنشاء محكمة اتفاقية أوروبية، أن تتفق الدول الأوروبية على إنشاء محكمة خاصة بالوضع السوري. هناك تحقيقات وملفات موجودة أمام على الأقل 6 دول أوروبية الآن، هي ألمانيا والسويد والنرويج والنمسا وفرنسا وإسبانيا. نعم. وهذه الدول هي من الدول الأساسية في الاتحاد الأوروبي. نحن وجهنا رسالة من حتى الآن 16 منظمة سورية ودولية مهتمة بموضوع العدالة إلى هذه الدول وإلى وزراء الخارجية وإلى رؤساء الدول لإنشاء محكمة اتفاقية. هذه الدول عوض أن تقوم محكمة في ألمانيا ومحكمة في إسبانيا ومحكمة في النمسا أو سويسرا، أن تتجمع لإنشاء محكمة اتفاقية، تتفق الدول الأوروبية على إنشاء محكمة خاصة بسوريا، يتمركز العمل، يكون أكثر فاعلية، يكون هناك مختصين حقيقيين يتابعون فقط الملفات السورية. في ألمانيا وحدة المتابعة الجرائم الدولية هي وحدة حتى الآن تم توسيعها، أصبحت 11 مدعي عام، لكن حجم الملفات كبير وتتابع ملفات في كل دول العالم وليس فقط في الوضع السوري. مفهوم. وكذلك في السويد أو النرويج أو غيرها. مطالبتنا بإنشاء محكمة اتفاقية هي أن توحد جهود الدول الأوروبية على صعيد الوضع السوري بمحكمة مختصة ومستقلة وتعمل بشكل فعال فقط للقضية السورية والجرائم التي ارتكبت بسوريا. هذا سيكون نقلة نوعية وستكون أهم حتما من محكمة لاهاي برأيي، لأن هذا قرار هذه المحكمة سيكون أكثر فاعلية وأكثر قوة من محكمة لاهاي التي يتحكم بها تمويل العالمي والفيتو العالمي. مفهوم. لأنه حتى لو أحيل الملف إلى محكمة جنايات دولية تستطيع مجلس الأمن كذلك بقرار أن يلغي إحالة هذا الملف ويلغي العدالة ويوقف إجراءات العدالة. طيب. بينما هنا يتحكم القانون الوطني للدول الأوروبية بهذا المسار. طيب. ولا يمكن وقفه أو العدول عنه أو التراجع عنه. طيب أستاذ دكتور نبيل ميخائيل، بدقيقة لا أكثر أرجوك، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت مع الوصول إلى حل سياسي للملف السوري أو القضية السورية، ماذا عن الجرائم التي ارتكبت خلال 10 سنوات؟ وصول إلى حل هل يعني العفو عن الجرائم؟ لو تفسرنا. لا طبعا. لا لا لا، لن يكون هناك عفو كامل. يعني حتى في قضية جنوب أفريقيا مع إلغاء نظام الأبارتهيد التفرقة العنصرية، كانت هناك لجان سواء محلية أو دولية تحقق في ميراث هذا النظام. فطبعا هيكون هناك تقارير ولجان تحقيق تصدر معلومات لم تكن معروفة. فحل الأزمة السورية لن يكون عن طريق التخلي عن قضية حقوق الإنسان، هي هتكون جزء مكمل لوضع حل لتلك المسائل اللي يعيشها الشعب السوري لفترة اقتربت من عقد، وحيبقى في بيان حول حقوق الإنسان بكل تفاصيلها، وربما نعلم أشياء لم تكن معروفة لنا من قبل. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا دكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. شكرا جزيلا للأستاذ مروان العش أمين سر اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات ضيفي من برمن. شكرا للأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات القانونية من برلين، وللأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي شاركنا في بداية هذه الحلقة من الدوحة.
الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إن شاء الله غدا حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.